إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم يعني كل الآيات التي ذكر فيها عيسى ذكر منفردا سبحان الله والآيات التي ذكر فيها آدم منفردا إلا آية واحدة جمعت بينهما هي هذه الآية في سورة آل عمران نظم إلهي يا دكتور سبحان الله الله جلد الإنسان يقشعر سبحان الله يبهر وخاتم الكتب التي من عند سبحان منزل ذكري جل الحكيم <applause> هذا الكتاب النير سبحان منزل ذكري جل الحكيم القادر سبحان منزل ذكري جل الحكيم القادر جل الحكيم القادر بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي المشاهدين مع حلقه جديده من حلقات انزله بعلمي نلتقي اليوم مع سؤال كما تعودنا في بدايه الحلقه نمثل في هذا السؤال الطرف الاخر الذي يحاول التشكيك في القران او السنه النبويه وما من اعجاز علمي. سؤالنا اليوم نوجهه الى الدكتور عبد الدائم الكحيل الباحث في علوم والباحث في قضايا الاعجاز العلمي في القران الكريم نرحب بكم دكتور في هذا اللقاء المتجدد جزاكم كل خير يا اهلا وسهلا ومرحبا الله فيك أحنا أحنا. أحنا. دكتور كما تعودنا نطرح سؤالا تتحملنا فيه فيه من الجدال أحنا. وفيه من ال... بحيث ان احنا نريد ان نغطي هذه الشبهات نعم من نعم نعم صحيح. ناتي لقضيه اسمها قضيه التطور نجد عندما يعني يواجه بعض العلماء سواء على الفضائيات أو في اللقاءات والمؤتمرات والندوات علماء المسلمين ومنهم رموز كبيرة عندما يسأل من بعض الشباب وخاصة من أخذ طريق الإلحاد يسأل عن قضية التطور فتجد ردود يعني عدد كبير من العلماء ردود غير كافية يقول بعضهم هذه نظرية غير صحيحة. ويسكت دون دليل او يقول بعضهم والله هذه النظريه كذبها بعض علماء الغرب اللي جاؤوا بعد دارون في نظريه التطور، لكن اليوم احنا عايزين نقدم طرحا جديدا يعني يخدم عقل ويشبع فكر المشاهد الذي شاهدنا اليوم، هل هناك دليل حقيقي على ندحض به حجه من يقولون بنظريه النشوء والتطور؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بيسم. الحقيقة هناك عشرة آلاف دليل ليس دليل واحد ما شاء الله ولكن للأسف نحن المسلمين لا نبحث مع لا الأسف يعني نعم. نكتفي بالكلام فقط نعم نظرية التطور وضعها داروين أصلا أصلا ليفسر نشوء الكائنات من دون وجود خالق، وهذا أول تناقض وقع به. سبحان الله. فكيف تعزل الخالق عن المخلوق، ثم تبحث عن أسرار نشوء هذا الكائن، وأنت يعني أهملت أو تجاهلت وجود الخالق عز وجل، هذا خطأ علمي. من البداية. يعني أنا عندي الآن أي منتج، إذا أردت أن أدرس منشأ هذا المنتج، سأعود إلى الصانع. صح هذه صحيح حقيقة صحيح هو عكس الامور مم. فاعتبر ان هذه الكائنات نشأت بالمصادفة مم. ثم ليضفي صيغة علمية على نظريته قال نشأت بالتدرج صحيح خلية أولى ثم تطورت إلى كائن متعدد الخلايا ثم مم. كائن أعقد ثم كائنات أعقد ثم النباتات ثم الأسماك ثم كذا الحشرات ثم كذا حتى وصلنا الى الانسان فمزج بين بعض الحقائق يعني هذا التدرج موجود في الخلق نعم. الله تعالى يقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا هناك صحيح. نظام صحيح يعني صحيح. خلق الله ليس عبثا صحيح صحيح فهذا النظام موجود التدرج في الخلق ولكن بقيت هذه النظريه 150 سنه تقريبا يعني هي طرحت في عام وتسعة 1859 صحيح فبقيت بحدود اكثر من 100 سنه او 150 سنه لها هاله مقدسه عندما اكتشف جزيء الدي ان في اعماق خلايا الكائنات وكشفوا اسرار هذا الجزيء الدي ان الذي هو فيه خريطة حياة كل كائن وفيه من التعقيدات المذهلة بناء على نظرية التطور التي تقول ان الكائنات نشأت بالتدرج من بعضها توالدت وتكاثرت مرورا بالقرد انتهاء بالانسان فان الاسماك والاخطبوط وغيرها من الكائنات التي نشات قبل مئات الملايين من السنين ايوه ينبغي ان تكون مخلوقات بسيطه وغبيه ايوه بناء على النظريه نحن بناء على نظريه لان نعم. عمليه الذكاء تتطور ايضا صحيح. عند الكائنات صحيح يعني قبل 500 مليون عام الكائنات كانت ليس لديها الذكاء تطور حتى وصلنا الى الانسان الى الانسان نعم المفاجاه هنا مجلة الطبيعة الأمريكية الشهيرة جدا التي بالنسبة إليهم مثل عندما تقول رواه البخاري مم. لا يجد قيمة علمية نعم. كبيرة نعم لها مصداقية نعم نشرت بحثا مؤخرا أيوه تقول إن الأخطبوط الذي عاش قبل مئات الملايين من السنين أه. هو أذكى كائن على وجه الأرض يا الله ضرب نظرية داروين تناقض صارخ سبحان الله نعم يمكن ان نرى اذا احببت البحث لكي يكون كلامنا موثق يا ريت دكتور حتى استشهد بالارقام وبالتوثيق العلمي بالحقائق ومجله الطبيعه موجوده لمن احب ان يدخل الى الانترنت ويكتب يبحث عن الاخطبوط وذكاء الاخطبوط وسيخرج بعشرات الابحاث طبعا هنا جميل يقولون انه يمتلك مفاتيح الذكاء هذا الكائن الاخطبوط لديه قدره أن يتشكل بأشكال عجيبة جدا. سبحان الله. لديه قدرة على التلون، لديه قدرة على بناء المدن في الأعماق. أعماق البحار نعم. يتعاون ويتخاطب ولديه مصالح مع بقية الأخطبوطات. الاكتشاف الذي أكد لهم ذلك أن الخريطة الجينية لهذا الكائن معقدة جدا. تكاد تكون أكثر من الخريطة الجينية للإنسان. سبحان الله العلي القدير. طيب كيف لكائن نشأ قبل مثلاً 200 مليون سنة أو أكثر أن يمتلك ذكاءً وخريطة جينية وشيفرات وراثية معقدة جداً يتفوق فيها في بعض النواحي على الإنسان. صحيح. الذي لم يمضي على وجوده على الأرض إلا أقل من مليون سنة. صحيح. حسب ما يقول، حسب هم ما يقولون يعني. صحيح كلامهم، نعم. نعم. إذا هذا الأخطبوط انظر هذه الخريطة الجينية له طبعا يعني ألوان وأشكال يعني تعقيدات هذا البحث أخذ أنفق عليه الملايين ملايين. نعم ووجدوا أن هذا الكائن الذي هو الأخطبوط انظر إلى هذه ال... يعني التبكيب. هذا الشكل له ثمانية أرجل له أطراف ماصة لديه أساليب في الإصطياد والإحتيال يتفوق فيها على الإنسان سبحان الله طيب هذا من اين امتلك هذه الله. الاساليب اذا هذا دليل مادي وعلمي دعا احد علماء التطور مؤخرا لان يخرج بحثا م. سماه الاخطبوط كائن فضائي قال هذا م. ليس من الارض سبحان الله سبحان الله من كثر الجينات الوراثيه الشفره المعلومات البرامج الموجوده في جيناته قال انه غريب عن الأرض مم. طيب كيف نشأ هذا الكائن وفق التطور كما يقولون مم. من أين جاءت هذه الخريطة الجينية بالمصادفة سبحان الله سبحان من أين جاء هذا الذكاء كيف يستطيع أن يغير ألوانه لا يمكن إلا أن نعترف كما قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحان, سبحان الله وتعالى. عليك دكتور هذه المعلومه وهذه الحقيقه التي اوردها الدكتور يعني تذكرنا بقول الحق تبارك وتعالى الذي ارشدنا ان خلق الانسان وبدايته كانت ادم عليه السلام قال عز وجل الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم. انزله بعين لو علم المسلمون قيمه ما في ايديهم من قران وسنه ما ذهبوا بعيدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. والضلال هنا في الحديث يقصد به لن تضلوا علميا، لن تضلوا اجتماعيا، لن تضلوا اقتصاديا، لن تضلوا نفسيا. ودعونا نستكمل مع الباحث الكبير في قضايا الاعجاز العلمي الذي تابعه الملايين من شبابنا في الوطن العربي وخارج الوطن العربي وكان سبب بدايه الكثير نكمل مع الدكتور عبد الدائم كحيل نرحب بك مره ثانيه دكتور بارك الله بكم وعليكم السلام ومرحبا الحقيقه موضوع نظريه التطور يعني اذا اردنا ان ناتي بالامثله لا ننتهي نحتاج الى برامج وليس برنامج واحد جميل ان شاء الله تكون لان أجزاء. هذه النظريه في كل جزئيه فيها تناقض. صحيح. ولكنها مريحه بالنسبه للملحدين، لا يوجد اخره، لا يوجد بعث، لا يوجد نشور لا يوجد اله الا وفق اليات التطور وبالتالي الأسلف. لا يوجد اله. نعم. فافعل ما شئت. نعم. نعم. لذلك هم يتمسكون بها من هذا المنطلق. نعم. نعم. الحقيقه الله تعالى يعني انا وجدت في القران الكريم اثباتا بالنسبة لمن يعني انا اخاطب الان المسلمين الذين يعتقدون بان النظرية صحيحة. جميل. جميل. الله تعالى يقول: ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. ايوه خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فيكون. طيب عيسى نحن نعلم انه ولد من ام من دون اب. لماذا قارنه الله بادم عليه السلام، لو ان ادم جاء نتيجه التطور صحيح عن قرد، لماذا يقارن؟ ما وجه الشبه بينهما يعني؟ لا يوجد وجه الشبه ابدا صحيح بينما اذا قرات القران من اول القران الى اخره سوف تجد تناسق كامل ان ادم نزل من السماء، صح؟ نعم عيسى رفع وسينزل في اخر الزمان تماثل هناك نزول هنا نعم تمام عيسى عليه السلام الله تعالى خاطب <سؤال> مريم عليه السلام قال فنفخنا فيه من روحنا نعم نعم ادم خاطب الله الملائكه قال فاذا سويته ونفخت فيه من روحي ونفخت تمثل نعم نعم فسيدنا عيسى عليه السلام, عليه السلام. نفخ الله فيه من روحه قال تعالى فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وفي آية أخرى فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا سبحان الله سيدنا آدم نفخ الله فيه من روحه أيضا قال عز وجل وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ روحي مخاطب الملائكة جميل تماثل عجيب جدا عندما توجهت للقرآن الكريم وبحثت عن اسم عيسى عليه السلام نعم واسم ادم عليه السلام والله يقول ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم وجدت ان اسم عيسى ذكر 25 مره واسم ادم 25 مره تماثل كامل عجيبة العدد لو معي الان برنامجك يعني الكريم كنت عمد موجود ولكن بعد الحلقه ساعود يعني انا متاكد طبعا ولكن عم. هذا عم. امر عجيب تفضل دكتور سبحان دلوقتي. الله حتى عندما رتبنا الكلمات الخمسة وعشرين الآيات التي وردت فيها اسم عيسى عليه السلام، جميل. الآيات التي وردت فيها اسم آدم، وجدنا في ترتيب الآيات مع أن الآيات مختلفة هنا وهنا، ولكن هناك آية مشتركة فقط بينهما ما هي؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني كل الآيات التي ذكر فيها عيسى ذكر منفردا. سبحان الله. والآيات التي ذكر فيها آدم منفردا إلا آية واحدة جمعت بينهما هي هذه الآية في سورة آل عمران نظم إلهي يا دكتور سبحان الله الله جلد الإنسان يقشعر سبحان يا. الله فعندما رتبنا هذه الآيات الخمسة وعشرين أيوة وقرأناها آية آية, آية آدم, آدم 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 خمسة وعشرين مرة الآية رقم سبعة ما هي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم في ترتيب آدم سبحان في الله في ترتيب عيسى الآية رقم سبعة إن مثل عيسى عند الله كمثل نفس الآية لا إله إيه يعني الله هذا أوه. لا يمكن لملحد أن يجحده ولا يمكن لبشر مع العلم المزوعة. أن القرآن فيه مكي ومدني وفي آيات متفرقة ولكن جاء هذا التماثل طيب لماذا سبعة لماذا الآية وضعها الله رقم سبعة ليس ثمانية وليس ستة سؤال جميل لأن اسم آدم ثلاثة أحرف واسم عيسى أربعة المجموع سبعة أي أولا الله أكبر عبارة مثل عيسى مثل ثلاثة وعيسى أربعة سبعة طيب لو قال مثل آدم أصبح ستة ولكن الله أضاف الكاف كمثل آدم أصبح المجموع سبعة ترتيب الرقم مع العلم أنهم يعربون الكاف زائدة وفي كتاب الله لا يوجد زيادة أو نقصان يقولون لا محل لها من الإعراب نعم نعم. ولكنها في الحساب الرقمي لها مكان ولا سبحان دلوقتي. الله. سبحان الله طيب عبارة كن فيكون كم حرف كن حرفان فيكون خمسة المجموع سبعة عجيب سر السبعة طيب الآن عدد الآيات التي ذكر فيها آدم قلنا 25 نعم. 25 خمسة وعشرين نعم وعيسى خمسة وعشرين لو جمعنا الآيات كم المجموع خمسون آية تسعة وأربعين هناك آية مشتركة آية المشتركة نعم نعم العدد 49 ما علاقته بالعدد سبعه؟ مضاعفات سبعه سبعه بسبعة. في سبعه يا يعني الله أن الله يريد ان يقول لك انظر انا رتبت هذا الكتاب ترتيبا محكما على الرقم سبعه لتستيقن ايها الملحد ان منزل هذا القران هو خالق السماوات السبع تبارك وتعالى دكتور انا كده بيتبادر زين سؤال لحضرتك تعالي. يعني متفضل. من أين تأتيك هذه التجليات؟ والله الذي يعيش يعني مع القرآن يعني يكتشف كل يوم عجائب فقط عش مع القرآن هل هناك فريق عمل ككوكلات والم والمعامل وراءك يجمعون لا هذه المعلومات؟ لا, لا والله يعني والله أتكلم هذا الكلام جدياً يعني, يعني إلهام والله إلهي فقط ما في أي حتى الجهد الذي أبذله قليل جداً لا يعني أبذل جهد كبير سبحان ولكن الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحان الله. أراد خير الدنيا فعليه عليه بالقرآن طبعاً. نعم سبحان آه الله يعني يعني طبعا استكمل دكتور بالنعم. لأني فالإنسان ثبت أن لديه مجال كهربائي أو كهرطيسي حول القلب انظر معي سبحان الله أكبر ب مرة من المجال المغناطيسي أو الكهربائي للدماغ الله أكبر فقالوا إن القلب هو الذي يسير الدماغ وليس العكس القلب هو الذي يعطي اوامر للدماغ ليعمل لا اله لذلك القران لم يذكر الدماغ ذكر القلب، ماذا قال تعالى؟ وجل قالوا القلب مهم في التفكير وفي الادراك وفي العواطف وفي الايمان ومهم في التعقل سبحان الله الله تعالى قال: افلم يسيروا في الارض فتكون لهم ادمغه ام قلوب؟ قلوب يعقلون بها سبحان الله. فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها أو أعين يبصرون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور سبحان كل الله. الحديث عن القلب سبحان الله في الآية الكريمة. نعم أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا سبحان الله. فهنا إشارة إلى أهمية العقل في القلب. وفي آية أخرى ولقد ذرَأنا لجهنم كثيراً من الجن والأنس لهم قلوب لا يفقهون بها. سبحان الله. الله تعالى يقول أَفَلَا يَتَدْبَرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا؟ أقفاله. تدبر أقفاله. محله القلب. القلب نعم. القلب ذُكر أكثر من مئة مرة في في مئة صفة في القرآن. العلم الآن فقط. في القرن الحادي والعشرين نعم. بعد ان كثرت عمليات زراعه القلب اصبح لدينا الاف العمليات سنويا تجرى نعم. وادق عمليات لنزل. نعم. تبين ان كل مريض يتم استبدال قلبه بقلب شخص اخر أيوة. توفي حديثا او بحادث او كذا نعم. تحدث لديه تغيرات جذريه عميقه في شخصيته حتى الله. ان جريده ديلي ميل بريطانيا عام 2007 او 2008 جميل بقيت عدة ايام تنشر خبر هز بريطانيا ما هو دكتور رجل انتحر ايوه فاسعفوه واخذوا قلبه لانه مات اه ولكن أوه. القلب يعمل ما نعم وكان هناك في المشفى رجل طيب عمره 60 سنه ورجل طيب مؤمن يعني نعم ف ينتظر دوره فوضعوا له هذا القلب جميل فعندما جاء ليشكر زوجة ذلك الرجل قال أنا أعرفك منذ زمن وبدأ يحكي لها قصص فتزوجته هذا الكلام عجيب. موجود جريدة ديلي ميل بريطانيا يستطيع من أحب أن يراجع لك إلى عجيب. كالعادة كعادة الملحدين يعني كلما تكلمنا يشكك. بكلمة يشكك, آه تزوجت هذا الرجل خلال اشهر قليله حدثت له تغيرات، اصبح يعاني من اكتئاب، من مشاكل، وجد منتحرا في المكان نفسه تقريبا وبالوسيله نفسها بالمسدس نحر نفسه, نفسه، نفس الطريقه. سبحان الله العلي الشيء هز بريطانيا، بقيت جريده ديلي ميل عده ايام تنشر حول هذا الموضوع. سبحان الله. طيب سبحان ما الله. هذا القلب هذا العضو العجيب، نحن نعتقد ان الدماغ لذلك أنا أريد من أولئك الذين يقتنعون بنظرية التطور نعم. فسروا لنا هذه الظاهرة بناء على التطور لا يجدون لا لم يجد تفسيرا عندي. قلب الإنسان يختلف عن قلب أي كائن آخر يعني إذا درسته من الناحية دماغ الإنسان يختلف عن أي مخلوق آخر عجيب نعم, نعم. الشيفرة الوراثية للإنسان خاصة به فقط ولو أنها متشابهة مع كثير من الكائنات لأن الله كما قلنا يخلق خلقا الله. مقدرا وخلق كل شيء فقدره تقديرا سبحان الله سبحان هذه الحقائق تدحض نظرية التطور علميا وقرآنيا هذا الكلام يعني يذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع أن هذا الكلام يدحض كلام هؤلاء المشككين ولكن يحضرني حديث النبي صلى الله وأنت تسرد هذه الحقائق يا دكتور عندما قال ألا إن في الجسد نعم. مضغة إن صلحت صلح الجسد كله صحيح وإن فسدت فسد الجسد كله وكأن بألفاظ ألا وهي ألا وهي القلب نعم. يبقى الألفاظ نفسها سبحان الله. إن صلح نعم. نعم. صلح قد تعني نفسيا إيمانيا صحيح. جسديا القصة اللي ذكرت هذا الذي انتحر كأن مم. القلب الغريب الذي ركب فيه أعطاه مشاعر الفساد والانتحار يعني. التي يعني. كانت عند صاحب القلب الأول سبحان الله فلا أملك إلا أن أقول اللهم صل على النبي صلى القادم عليه صلوات ربي عليه وسلامه عليك نشكر الدكتور عبد الدائم الكحيل على هذه الكلمات الطيبة على أمل اللقاء بك إن شاء الله إن في شاء حلقات قادمة أقول أعزائي المشاهدين تذكر أنك من أتباع النبي محمد سلم. تذكر أنك من الذين اصطفاهم الله لتكون يعني داع الى الله تبارك وتعالى بما سمعته اليوم اقم الحج على الخلق وبلغوا عني ولو ايه كما جاء في الحديث الشريف يقول الله تبارك وتعالى في حق نبيه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صدق الله العظيم الوحي هل معطرا بالخير جاء منورا والغار غرد ذكره جبريل يقرا كررا قد احكمت اياته بالخير فاض وبشرا ختم الجمال بعطره والله اوحى وصورا ختم الجمال بعطره والله اوحى وصورا